ميت مرة شوف خيب الوطن لاني حشر ليش ورود هرب لاني حشر ليش ورود هرب ميت مرة شوف خيب الوطن بس الكفن غدار ما خلاني عمر انتهى وما عاد يستناني مهنيت مرة شوف خيب الوطن بس الكفن غدار ما خلاني حضر لي شروط هرمتها عمر انتهى وما عاد يستناني اللهم صل وسلم على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرام من مجدل القلب في جواتها من عينة الحاكل وفحكياتها من أرض عطلت للشجر غصن وطمر من جبال ما بتحني من جبال ما حنيت سنتياناتها خسرناك يا منصور والدمع انهمر والمزهرية برقت وزهراتها وكل ما أرض جولانا بتخسر قمر قلبي بيحمل بالخسارة ذاتها يا قرية البيت ويا شمعة منورة عغيبتك كل القلوب محصرة ومصيبتك بتحير كبار العقول وقلوب تبكي والعيون مشوهرة اخوي بيبكوا ودمعهم يروي سهول عم يسألوا عن خيهم شو اللي جرى وخيات تبكي ودمعهم يكرش نزول ويبلبل غيابك جناح مكسرة وتبكي وفاء بجهبة الورد الخجول ودمعاتها عبت جروح المحضرة ما في حدا بلومها بشرع البتول الرجال تاج المجد عشبين المرا وبيك عن عشك ينحني وامك تقول رجعنا التقينا يا حجار المقبرة يا تارك العيل الحزين بهالمصاب وبيك المسكين شفتو كيف ذاب شاب مرة من الطبيعة والدهور ومرة عند ما غبت يا منصور شاب عشت الحياة بعاطفة وحب وسرور ولما المرض طلع عمرك دق باب قد ما كنت للأم وترابك غيور سطرت حتى تلتقوا بذات الضراب يا تارك الإخوة بعد مثوب الحداد قول البديع كيف الوطن كيف البلاد وامر براس الدم عم يغلي غالي حتى الأخوة من الأخوة تستفاد وكلهم يا إخوتي بهالمرحلة لا تزعلوا مازال الله يفراد ربوا الطيور اللي ربوا عالترغلي ولا تهملوا بيل سقانا من الفؤاد وبحياتكن لا تبخلوا عالارملي ولا تنقصوا عليها الهدايا بالعياد ومحبة بقلوبكن كانت الي حولوها بعد مني للولاد تسلمون المشايخ الأفاضل الضيوف الأكارم أيها المشيعون الكرام نقف اليوم وإياكم لنودع شابا جولانيا عصاميا طالته يد المنون فقهرت روحه بعد صراع مرير مع مرض عضال من عرف فقيدنا الغالي عرف فيه القلب الطيب
والابتسامة العريضة التي كانت تعلو محياه، وعرف كم تمتع ببنية جسدية قوية، وقد انكب فقيدنا طوال السنوات التي مضت، ومنذ نعومة أظفاره على العمل من أجل بناء أسرة، وكان مخلصا في عمله، وبشهادة كل من عمل معه كان مندفعا نحو الحياة مخلصا في عمله، يعمل بصدق وإخلاص حتى نال رضا واستحسان زملائه في العمل وأرباب العمل، وتحدى مرضه هذا رغم كل آلامه، وكأنه يقول لهذا المرض: لن تصرعني، سأبقى متفائلا مبتسما حتى لا يرى أولادي دموع عيني ويتألمون لي. وهذه زوجته التي ظرفت الدمعة حتى جفت مآقيها وأدمى قلبها وتقول: لماذا تفارقنا يا منصور؟ ولمن تتركنا؟ وهل من معنى لهذه الحياة من بعدك؟ فصبرنا يا ربي يا أرحم الراحمين، وقوي عزائمي حتى أستطيع متابعة المسير وتنشئة أطفالنا النشء الصالح، فبهذا يكون العزاء. أيها المشيعون الأكارم، نشكر لكم وقفتكم معنا في هذا المصاب الجلل، ولا أرانا الله عليكم مكروه لفقيدنا الرحمي، وأن يسكنه فسيح جناته، ولنا وإياكم الصبر والسلمان. أعوذ بالله.